فات موضوع اللابلاس ترانسفورميشن، تحويلة لابلاس، وعرفنا انه اللابلاس ترانسفورميشن الهدف منه او الغرض انه يحل لنا ديفرنشال ايكويشن، معادلات تفاضلية. عادة المعادلات التفاضلية differential equation يحلوها بالgeneral solution اللي هو الحل العام، اللي يكون عادة طرق مطولة ومعقدة، وتحتاج أيضا إلى arbitrary constant. أثناء الحل نحتاج إلى ثوابت يسموها arbitrary constant، اللي أيضا تحتاج إلى طرق أخرى لأجل الوصول إلى الحل النهائي، وغالبا تكون طرق طويلة ومعقدة. فاللابلاس ترانسفورميشن يحل لنا الديفرنشال ايكويشن بطرق سهله وسريعه بدون تعقيد. هذا هو الغرض من دراسه اللابلاس ترانسفورميشن، ومن اسمها تحويله لابلاس تحول لنا الداله من شكل الى شكل اخر. فرضنا انه اذا عندنا داله اللي هي اف اوف تي داله متغيره نسبه الى تي، الانترفل حدود هذه الدالة أكبر أو تساوي صفر، أصغر أو تساوي الانفينيتي. إذا الانترفل حدود الدالة من الصفر إلى الانفينيتي ما لا نهاية. واضح طلاب؟ إذا يريد اللابلاس إنت، رمز اللابلاس هو هذا، هو رمز اللابلاس. أوكي؟ لابلاس الاف اوف تي إذا دخلناه على الدالة اف اوف تي، نريد لها اللابلاس المفروض بالنتيجة شو يكون؟ تساوي اف اوف اس كابيتال اف. اوكي، لابلاس الاف اوف تي تساوي لنا اف اوف اس. واضح؟ اذا الصيغه الرياضيه لللابلاس شو تمثل لنا؟ من يقدر ينطينا القانون؟ اخذناه المحاضره اللي فاتت. اس الاس شنو قانون اللابلاس؟ تكامل. نعم، جيد، تكامل من الصفر الى الانفينيتي. اكسبونينشال ناقص ST F of T، بما انه تكامل، هو اللابلاس عبارة عن تكامل، بما انه تكامل اذا DT متغيرة نسبة. هذا هو القانون العام لللابلاس ترانسفورميشن. واضح طلاب؟ اخذنا ايضا important formula، صيغ اللي هي تعتبر أساسية باللابلاس، أخذنا سبع صيغ اللي هي تتكرر بكل سؤال أو مثال على اللابلاس. هذه الصيغ أيضا برهناها بالاعتماد على القانون العام، قانون العام لللابلاس برهنا سبع صيغ، قلت لكم تحفظوهن. هذه هي صيغ مهمة وتتكرر مع الشرح مع الأمثلة، صيغ اللابلاس. اليوم وصلنا الموضوع اللي هو Properties of the Laplace Transform. ايش نقصد بالبروبرتيز؟ خواص او خصائص اللابلاس. اذا Properties of the Laplace Transformation، خواص تحويلة لابلاس. الخاصية الأولى اللي هي خاصية التوزيع. فرضا عندنا لابلاس قوس دالة اللي هي A F1 T، هذه الدالة الأولى، زائد B F2 T، سد القوس. يريد اللابلاس هذا القوس، شنو بداخل القوس؟ دالة F1 T، هاي دالة أولى. أوكي طلاب، مضروبة في A. الـ A شو تمثل؟ الـ A والـ B تعتبر constant، ثوابت. أوكي طلاب، الـ A والـ B هنا ثوابت، تجينا 2 3 رمز A B C، إذا هي ثوابت وليست متغيرات. المتغير الوحيد اللي عندنا هنا هو T. إذا هاي دالة أولى مضروبة في ثابت A، زائد نعممها زائد أو ناقص ثابت مضروب في الدالة الثانية. هاي الدالة تختلف عن هاي، بس اثنين متغيرات نسبة للتي. يريد اللابلاس، اللابلاس لها خاصية اللي هي خاصية التوزيع، يعني هذا اللابلاس يتوزع على الطرفين، على الحد الأول وعلى الحد الثاني. شرط تكون الإشارة زائد أو ناقص، إذا كانت ضرب أو قسمة فما تخضع لهذا الخاصية، خاصية التوزيع فقط للجمع أو الطرح. يعني شو يصير؟ في اللون الأسود؟ أسود أو أزرق؟ ما أشوف عليه. تفضلوا.
لابلاس، إذا التوزيع لابلاس أي اف 1 تي زائد أو ناقص لابلاس بي اف 2 تي. أوكي، يتوزع على الجمع أو على الطرح. ونقدر بما أنه الـ A والـ B ثوابت يكونون خارج اللابلاس، إذا خواص هذه الخاصية خاصية التوزيع تكون مقاربة إلى خاصية التوزيع الموجودة بالتكامل. التكامل إذا عندنا زائد أو ناقص فالتكامل يتوزع عليهم، مو صح؟ وإذا عندنا أيضا ثوابت مضروبة بالدالة فهاي الثوابت تخرج خارج التكامل وهنا خارج اللابلاس لأنه هو ثابت في كل الأحوال. فهذا الأي يكون خارج التكامل، لابلاس اف 1 تي زائد أو ناقص بي لابلاس اف 2 بالتي. واضح طلاب؟ إذا الخاصية الأولى اللي هي موجود هذا طلاب بالشرح بالمحاضرة ضبط، هذه هي خاصية التوزيع. أوكي؟ فاهمين؟ الخاصية الثانية، الخاصية الثانية نفس الصفحة اللي هي خاصية الفيرست شيفت ثيورم، خاصية أو نظرية التمدد الأولى. شو نقصد فيها؟ فيرست شيفتنج ثيورم ذني خواص اللابلاس طلاب، ذني خواص، ومن الخواص راح نستنتج قوانين مثل ما راح نشوف وناخذ عليهم أمثلة. هسه عندنا الخاصية الثانية اللي هي فيرس شيفتنج ثيورم، خاصية التمدد الأولى. ايش نقصد بيها؟ نقصد بيها انه اذا الدالة مضروبة في اكسبونينشال معين، احنا اخذنا قانون لابلاس الاف اوف تي، شنو هذا قانون عام لللابلاس؟ تكعب نصف للانفينيتي اكسبونينشال ناقص اس تي اف اوف تي دي تي. اوكي، هنا اذا عندنا الدالة مضروبة في اكسبونينشال، هذه الدالة الاف اوف تي وضحتها من طيناها بالسؤال مضروبة في اكسبونينشال معين بغض النظر عن قيمة هذا الاكسبونينشال. اذا الدالة اللي هي اف اوف تي مضروبة في اكسبونينشال ايش قد قيمته؟ اي تي فرضا، الاي ايضا تكون ثابت اي رقم يجينا والتي هي المتغير. هذه الدالة، هذه الدالة الأساسية الـ f of t مضروبة في exponential، فإذا يريد لها اللابلاس شو نسوي؟ ندخل اللابلاس عليها، ماشي طلاب؟ تساوي لنا f capital S ناقص قيمة الـ exponential. الخاصية الثانية راح أعيدكم، الخاصية الثانية اللي هي خاصية أو نظرية التمدد الأولى. ايش وقت تكون هاي الخاصية؟ إذا عدنا الدالة f of t مضروبة في exponential، واضح؟ يعني الدالة ما تجيك وحدها، فرضا ساين أو كوساين أو تي ما تجيك وحدها مضروبة في exponential اي تي ويريد لها اللابلاس، فش نسوي؟ القانون f s ناقص اي، يعني هذه ال f of t مضروبة في exponential اي تي، بالبداية نعوف هذا ال exponential ناخذ بس ال f of t. شنو اللابلاس إلها؟ اف اس، مو صح؟ هذه محصلنا، هذه لابلاس الاف اوف تي تساوي اف اس. نرجع كل اس موجوده بالداله نطرح من عندها قيمه الاكسبونينشال، واضح؟ اللي هو ثابت قيمته ثابته او تبقى رمز اي او بي اي رمز اخر ما عدا تي لان هي الداله متغيره نسبه الى تي. هسه راح نثبت بروف، راح نثبت هذه الخاصية. شلون نثبتها؟ بالاعتماد على القانون الرئيسي، قانون اللابلاس. اوكي، لابلاس اكسبونينشال اي تي اف اوف تي اللي هي هذه الدالة، راح ندخل هذه بالقانون الرئيسي لللابلاس. ايش راح يصير؟ تكامل من الصفر للانفينيتي اكسبونينشال ناقص اس تي، هاي موجودة بالقانون الاساسي، اكسبونينشال ناقص اس تي موجوده بالقانون الاساسي. الداله شنو هي؟ اكسبونينشال اي تي اف اوف تي دي تي، واضح؟ هسه يساوي تكامل من الصفر للانفينيتي اكسبونينشال، هذا المشابهات ما عدا الاسس مختلفات بس بالثابت. فش يصير؟ اس ناقص اي مضروبة في ناقص وتي، ها شنو؟ هنا عندنا ناقص اس وهنا اي،
إذا نسحب السالب عامل مشترك لازم نطيها هاي الأسموجب والأي شنو ناقص حتى من ندخل السالب ترجع نفس ما كانت. أوكي واضحة هاي الخطوة طلع؟ نشوفها عندنا f of t dt ماشي لحد الآن؟ واضحة هاي الخطوات؟ نجي عندنا هذا الاكسبوننشال هسه ذني ما عندنا اشكال بيها نبقى الاكسبوننشال اللي هو اس ناقص اي راح نفرضه ليت نفرض انه الار تساوي اس ناقص اي ذني ما نخليهن هيجي اس ناقص اي راح نفرضهن ار اكو اشكال بيها الاس ناقص اي راح نفرضها ار فواضحه هاي الار تساوي اس ناقص اي نعوضها بهذا التكامل شو يصير تكامل من الصفر للانفينيت حدود التكامل ما راح تتغير اكسبونيشن ناقص ار اف اوف تي دي تي اوكي طلع اف اوف تي اوكي شكرا هذا تي اس ناقص اي هي ار مضروبه في التي هذا هي التي والناقص ايضا نزلناها واضح طلع هسه نرجع للقانون الرئيسي لابلاس الاف اوف تي قانون تكامل من الصفر للإنفينيتي إكسبونيشن ناقص أس تي أف أوف تي اللابلاس إلها اللي هو التكامل شنو نتيجته؟ أف أوف أس مو صح؟ إذا إذا هنا عندنا إس صارت أف أوف أس إذا عندنا هنا آر شو تصير؟ تساوي أف أوف آر أف كابتل اصمول للدالة اللي هي متغيرة نسبة للتي الكابتل هو نتيجة التكامل هنا إس صارت أف أوف أس اللابلاس إلها واضح هنا ار فش تصير اف اوف ار زين الاف اوف ار الار ايش فرضناها اس ناقص اي اذا عوض مكان ار هنا شنو اس ناقص اي اس ناقص اي اللي هي تحققت لنا الخاصيه الثانيه اللي هذه لابلاس اكسبوننشال اي تي اف اوف تي تساوي لنا اف كابتل اس ناقص اي اللي هي هذه هذه الخطوات هي إثبات الخاصية الثانية اللي هي تمدد خاصية التمدد الأولى لا الخاصية الأولى ما بها إثبات ماكو داعي هو مجرد لابلاس يدخل على ناقص زائد هسه من عنده سؤال أو على هذا الخاصية أكو أحد عنده سؤال على هذه الخاصية الثانية أو الأولى هي هنا ناقص اس و اي شنو مجموعهم ناقص اس زائد اي مو صح اذا نطلع الناقص عامل مشترك ايش يبقى لازم هاي تصير اشاره موجب حتى من تدخل عليها ترجع سالب وهاي تصير شنو ناقص حتى من تدخل عليها ناقص في الناقص زائد نفس نفسه هو قانون اللابلاس واحد اللي هو هذا بس يبقى شنو اللي تغير هذه الدالة تتغير إذا مضروبة في إكسبوننشال إذا مثل ما راح ناخذ بقية الخواص نقسميها على تي إذا ضعفيها على تي تي نفس القانون الرئيس هذا إحنا اللابلاس ما عندنا غير هذا القانون من عنده نشتغ كل الخواص وكل الصيغ البقية خاصة باللابلاس هو قانون واحد هسه طلاب من هذه الخاصية الثانية اوكي احنا اخذنا المحاضرة اللي فاتت صيغ امبورتنت فورمولا صيغ مهمة اللي هن سبعة مو صح واشرنا عليهم قلنا ذن مهمات هسه ذن الصيغ اللي اخذناها من المحاضرة اللي فاتت اذا منطينا دالة اف اوف تي هسه اذا الدالة مضروبة في اكسبوننشال ايش راح يصير ذن الصيغ السبعة اوكي طلاب الصيغ اللي اخذناها المحاضره اللي فاتت اذا عدنا داله اف اوف تي اذا كانت مضروبه في اكسبوننشال اي تي فخلي نشوف ايش راح تصير الصيغ يعني هذه الخاصيه الثانيه نقدر نعممها اول خاصيه راح نستنتجها من هذه اولا لابلاس اكسبوننشال اي تي تي اس ان مو صح
تي اس هذه شو يساوي له؟ ان فاكتوريال على اس ناقص اي اس ان زائد واحد. طلاب انتبهوا، المحاضرة اللي فاتت شو اخذنا؟ اخذنا لابلاس تي ان. شنو لابلاس للتي ان؟ الاف اوف تي هسه ايش عندنا؟ هذه اف اوف تي تي اس ان. الان ايش نقصد بيها؟ واحد اثنين ثلاثة وهكذا اعداد طبيعية. ماشي؟ اخذنا المحاضرة اللي فاتت، اذا منطينا دالة هي عبارة عن تي اس رقم معين اللي هو ان عممناه، فاللابلاس للتي اس ان شو يساوي لنا؟ من يقدر يعطيني؟ اخذنا المحاضرة اللي فاتت ان فكتوريال على اس ان زائد واحد. جيد، ها زين. هالمره اذا عندنا مضروب التي اس ان في اكسبوننشال اي تي، فايش راح تكون النتيجه؟ نفس هذا القانون ما عدا شنو؟ نطرح من كل اس قيمه الاكسبوننشال المضروبه بها الداله. يعني خاصه ايش تقول؟ الاف اوف اس نطرح من كل اس شنو قيمة الاكسبوننشال بس من الاس. هسه احنا عندنا شنو؟ اس اس ان زائد واحد، فش يصير بالنتيجة؟ اس ناقص اي للاس الكل مرفوع للان زائد واحد. واضحة هذه؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. الخاصية الثانية اللي هي لابلاس ساين اكسبوننشال اي تي ساين بي تي، شو يساوي لنا؟ طلاب لابلاس الساين اخذنا المحاضرة اللي فاتت شنو؟ حسن شنو لابلاس الساين؟ اي. احنا عندنا متغير لي بي الثابت هنا عفوا هو بي مو اي، فشو تصير؟ بي نفس الشيء هي بس غيرنا بي على اس تربيع زائد بي تربيع. إذا هنا أي نكتب أي، بس هنا بي الإكسبوننشال هو أي، هو نفسه اثنيناتهم ثوابت. إس تربيع هاي مال منو؟ اللابلاس للساين. إذا الساين مضروب في إكسبوننشال شو نسوي؟ نطرح من كل إس قيمة الإكسبوننشال، تصير هنا ناقص أي. التربيع للكل، يعني ورا ما تطرح الأي من الإس يلا تربعها، مو بس الاس او الاي تربعهن، لا بين قوسين تربيع. واضح؟ زين طلاب هسه ذا اسال سؤال، الاكسبونيشن هنا شنو اشارته؟ موجب صح؟ هنا صارت اشاره ناقص، اذا كانت هنا ناقص هنا شو تصير؟ موجب، يعني بالعكس الناقص هنا شو تصير؟ زائد، الزائد شو يصير؟ ناقص. واضحه؟ الإشارة بالعكس. هسه عندنا الخاصية الثالثة اللي هي لابلاس اكسبوننشال اي تي كوساين بي تي. لابلاس الكوساين شنو اخذنا المحاضرة اللي فاتت؟ زيد لابلاس الكوساين اس على اس تربيع زائد الكوساين زائد بي تربيع. اذا عندنا مضروبه في اكسبوننشال شو تصير؟ تصير ناقص، يعني هاي تصير ناقص اي الكل تربيع. طلاب الاس نطرح من عندها قيمه الاكسبوننشال، واضح؟ وذني مال الكوساين هذا اخر حد هي قيمه الزاويه. ماشي طلاب؟ هسه الخاصية الرابعة، إذا عندنا سنش لابلاس اكسبوننشال اي تي مضروب في سنش بي تي، شنو لابلاس السنش؟ بي على اس تربيع على اس تربيع ناقص بي تربيع. إذا مضروب في اكسبوننشال اي تي اس ناقص اي بكل تربيع. اوكي خاصية خامسة، لابلاس اكسبوننشال اي تي مضروب في كوش بي تي، ايش راح تصير؟ شنو الكوش اللابلاس اله؟ راح تصير اس 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 على اس تربيع ناقص بي تربيع.
مضروبة في اكسبوننشال، فشي يصير؟ هنا عندنا اس، هنا على ايضا طلاب ما نفكرون عليها، هنا الكوساين، عندنا هنا اس وهنا اس. فمنا نطرح قيمة الاكسبوننشال، هاي ايضا تصير ناقص اس. واضح؟ لازم من كل اس موجودة بالدالة. هنا شو تصير؟ ناقص اي، وهنا ناقص اي، كل تربيع. واضح طلاب؟ ما لنا علاقة بهاي الإشارة، هذه ناقص، لأن هنا زائد. إذا جتنا ناقص، تصير شنو؟ زائد. هسا ذني يخض عن الخاصية الثانية اللي هي خاصية التمدد الأولى، ذني تحفظوهن. مثل ما حفظت الصيغ ذني خمسة. الصيغة اللي أخذناها ذيك المحاضرة شنو؟ سبعة، لأن أخذنا لابلاس الواحد، فلابلاس الواحد شو يساوي لنا؟ واحد على اس. بس إذا الواحد مضروب في اكسبوننشال، لابلاس الاكسبوننشال أيضا أخذنا ذيك المحاضرة اللي هو واحد على اس ناقص اي. ماكو داء كتب لأن نفسه متكرر. هسا عندكم سؤال على ذن الصيغ طلاب، ذن تحفظوهن. Example 2 راح نحل مثال 2. خاصية التمدد Example 2. السؤال يقول find the Laplace transform of t sin اي t. المثال يريد اللابلاس للt مضروبة في sin او cosine تربيع t. هذه هي الدالة. بس الدالة شو مطيناها؟ الاف اوف تي هنا كوساين تربيع تي. سوليوشن الحل. طلاب اكو متطابقة بالرياضيات للكوساين تربيع. كوساين تربيع تي تساوي واحد على اثنين، نفتح قوس، كوساين اثنين تي زائد واحد. هذا متطابقة الكوساين تربيع، يعني كل كوساين تربيع نقدر نحوله إلى شكل ثاني اللي هو كوساين 2 تي زائد 1 الكل على 2. واضح طلاب؟ احنا عندنا لابلاس الكوساين بس ما عندنا لابلاس الكوساين تربيع، فما نقدر نطلع لها اللابلاس مباشرة، لازم نحولها. هذه المتطابقة نقدر من خلالها نستخرج اللابلاس الحد الأول والحد الثاني. اوكي طلاب، عرفت هسه ليش الداله حولناها من صيغه الى صيغه ثانيه؟ هي نفسها متطابقه، بس هنا عندنا تربيع هنا ما عندنا، لان لابلاس التربيع كوساين ما عندنا. هسه لابلاس الكوساين تربيع تي تساوي، راح ندخل اللابلاس على الطرفين، هي نفسها لابلاس واحد على اثنين، نفتح قوس، كوساين اثنين تي زائد واحد. هسه هذا واحد على اثنين ثابت يطلع خارج اللابلاس، يصير واحد على اثنين مضروب في لابلاس. اللابلاس ايضا راح يتوزع على الحد الاول والحد الثاني، خاصية التوزيع، فصير لابلاس الخاصية الاولى كوساين 2 تي زائد لابلاس الواحد. مو صح؟ اوكي طلاب، ويساوي واحد على اثنين، نفتح قوس، لابلاس كوساين اف 2 تي شو يساوي لنا؟ اس اس على اس تربيع زائد زائد شنو؟ 4 2 تربيع اللي هي 4 زائد لابلاس الواحد شو يساوي لنا؟ 1 على اس 1 على اس. واضح؟ هسه اذا تبون تبسطوها اكثر، 1 على اس، لان شنو؟ جمع
كسور بيناتهم جمع، فشان واحد المقامات نضرب واحد في الثاني، اس مضروبه في اس تربيع زائد 4. هنا شو يصير؟ اس تربيع زائد 1 مضروب في اس تربيع زائد 4. ايش راح يصير؟ 1 على 2 هذا الثابت، اس تربيع زائد اس تربيع 2 اس تربيع زائد 4 على اس. تدون تدخلوها تدخلوا خارج القوس كيف؟ اس تربيع زائد 4 اس. واضح؟ هذا هو ناتج الحد. كيفكم؟ تدون تبسطون؟ تدون هسه اكزامبل 3 هاي متطابقة، كوساين تربيع هذه متطابقتها، ساين تربيع أيضا لها متطابقة. وين؟ هذه؟ بالباص؟ اي هذا ضرب في شقد المقام في اس، ضربنا البسط في اس صارت اس تربيع. ماشي؟ زائدنا زائد هنا بيش نضرب المقام في اس تربيع زائد 4، نضرب البسط في اس تربيع زائد 4 بنفس الإشارة زائد. ها واضحة؟ هسه اكزامبل 3، هسه هذا الاكزامبل الطلاب مو على خاصية التمدد الثاني الأولى عفوا، هسه هذا المثال اكزامبل 3 راح يكون على الخاصية اللي اخذناها قبل شوي. اي هذا على الخاصية الأولى، خاصية التوزيع. هذا على الخاصية الأولى، مثال 2 على الخاصية الأولى خاصية التوزيع. مثال 3 هسه راح نحله على الخاصية الثانية اللي هي فيرس، شفت الثيورم. اكزامبل 3 السؤال find the Laplace transform of t sin اي t. شو معطينا؟ دالة t مضروبة في sin اي t. اوكي؟ هاي شلون نحلها؟ الحل طلاب لحد الآن ما أخذنا ساين اي تي مضروب في تي شنو اللابلاس إلها، مو صح؟ ما أخذنا فهد صيغة مشابهة لهذا المثال، فنحور هذا الساين الاي تي نرجعها لأصلها إلى دالة الإكسبونينشال، لأن هو ساين والكوساين والتان هم عبارة عن إكسبونينشال. أخذنا المحاضرة اللي فاتت إنه الساين ساين اي تي شي ساينه دلالة الإكسبونينشال، اكسبونينشال اي اي تي ناقص اكسبونينشال ناقص اي اي تي على 2 اي. الاي شو يمثل؟ جذر ناقص 1. واضح؟ عدد تخيلي. هسه نعوض بهذه الداله بالسؤال، شو يصير؟ تي مضروبه في اكسبونينشال اي اي تي ناقص اكسبونينشال ناقص اي اي تي على 2 اي. واضح؟ بعد شو نسوي؟ راح 1 على 2 اي ندخل اللابلاس ونطلع ال 1 على 2 اي خارج اللابلاس. هسه لو ندخل اللابلاس شو يصير؟ هاي 1 على 2 اي عدد ثابت، يبقى عندنا اكسبونينشال اي اي تي على او مضروب في تي، تي مضروبه في اكسبونينشال اي اي تي ناقص تي اكسبونينشال ناقص اي اي تي. واضح؟ بعد شو نسوي؟ ندخل اللابلاس 1 على 2 اي تبقى خارج القوس. لابلاس تي اكسبونينشال اي اي تي زائد لابلاس او ناقص تي اكسبونينشال ناقص اي اي تي 1 على 2 اي تنزل. شو يبقى؟ لابلاس تي اكسبونينشال اي اي تي. شنو اللابلاس افهم؟ شنو هي الدالة الرئيسية؟ التي. ماشي طلاب؟ الدالة الرئيسية هي التي، هذه هي الاف اوف تي
وهذا الاكسبلانيشن المضروب بيها. ماشي؟ فشن الاكس اللابلاس إلها؟ إذا الدالة المضروبة في اكسبلانيشن ناخذ بس الدالة بالبداية نطلع لها اللابلاس راح تطلع لنا بدلالة اس، ونرجع نطرح من كل اس قيمة الاكسبلانيشن. هسه تي شنو اللابلاس إلها؟ لابلاس تي اس ان قبل شوي كتبناها، لابلاس تي اس ان هذه لابلاس تي اس ان تساوي ان فكتوريال على اس اس ان زائد واحد. هنا الان شو تساوي لنا؟ قيمة الان هنا تي، قيمة ان اللي هو اس تي، الاس مالتها هنا تي اسها ان، هنا الاس ايش قد؟ الان واحد. اذا لابلاس التي اس واحد شو يساوي لنا؟ شو يساوي لنا؟ واحد. ان فكتوريال هي واحد على اس اس ان زائد واحد اثنين، واحد على اس تربيع. زين اذا الداله مضروبه في اكسبونينشال اي اي تي شو نسوي؟ هذه القيمه نفسها نجيبها نخليها هنا، بس شنو؟ نطرح من كل اس قيمه الاكسبونينشال. واضحه هذه؟ شو تصير؟ واحد على اس ناقص اي اي في الكل تربيع، لان هنا عندنا تربيع. ها فاهميها هذه؟ طلع راح ايتها عندكم هنا داله او تي مضروبه في اكسبونينشال اي اي تي، يريد لها اللابلاس مو صح؟ احنا هيجي شنو شلون نطلع لها اللابلاس؟ التي هنا عندنا شو تمثل؟ الاف اوف تي. هذا نطبق عليها خاصية التمدد او نظرية التمدد الاولى اللي قبل شوي شرحناها، انه اذا عندنا دالة مضروبة في اكسبونينشال فشو نسوي؟ ناخذ هذه الدالة، يعني الاكسبونينشال نعزله، ايش ناخذ؟ بس التي. اوكي طلاب؟ التي شنو اللابلاس الها؟ واحد على اس تربيع. التي واحد على اس تربيع، تي تربيع. اثنين على اس اس ثلاثة، مو صح؟ وهكذا. خذنا القانون ذيك المحاضرة. فالتي اللابلاس الها واحد على اس تربيع. زين، خاصية التمدد الأولى. شو نسوي؟ إذا مضروبة في اكسبونينشال، فالاس نطرح من عتها قيمة الاكسبونينشال. الاكسبونينشال شنو قيمته؟ اي اي، مو صح؟ شنو اشارته؟ موجب، فنطرح س ناقص اي اي. طلاب واضحة هذه؟ زين، ناقص. هسه هذه الدالة لابلاس تي اكسبونينشال ناقص اي اي تي، شنو لابلاس الها؟ شنو هي الدالة؟ الاف اوف تي شنو هنا؟ التي والاكسبونينشال هذا. شنو نسوي اول خطوة؟ ناخذ بس التي. شنو اللابلاس للتي؟ واحد على اس تربيع. زين، هي مضروبة في اكسبونينشال زائد شنو؟ اي كل الاكسبونينشال ما عدا التي، بس التي تعزلوها تاخذون القيمة المضروبة فيها. ليش زائد؟ لان اشارتها ناقص، بالعكس هي تصير زائد اي اي. واضحه هذا الطلاب؟ فاهميها لو اعيد؟ هذا التربيع موجود تربيع. ماشي؟ هسه نجي نبسط. يساوي واحد على اثنين اي، هنا عندنا إشارة ناقص وحدين كسور عندنا، فش نسوي؟ شان نبسطهم ذني، نضرب هذا في هذا، نوحد المقامات، نضرب ذن القوسين، تصير S ناقص IA تربيع مضروب في S زائد IA أيضا تربيع. هنا شو راح يصير عندنا؟ البسط. هنا المقام بيش ضربناه؟ في S زائد IA تربيع، يصير هنا S زائد I A تربيع. الإشارة شنو؟ ناقص. هنا بيش ضربنا المقام؟ هذا القيمة، فلازم نضرب البسط نفس القيمة، S ناقص I A الكل تربيع. واضح؟ هسا نبسط أكثر. Thank you.
هسه واحد على اثنين اي تنزل، واحد على اثنين اي، نفتح قوس. دلنا شلون نفتحهم طلاب هذا القوس؟ مربع الحد الاول، اشارة الوسط، زين في الاول، في الثاني، زائد مربع الحد الاخير هذا. هسه راح اعيدها. او بالبداية حنسوي الباص. هذا شلون نفتح القوس؟ مربع الحد الاول. ليش؟ لان الحدين مرفوعات قوس اس اللي هو تربيع مربع. فش نسوي؟ مربع الحد الاول، اشارة الوسط، اثنين في الاول في الثاني، يصير اثنين اي اي اس، زائد مربع الحد الاخير اي اي. شنو مربعها؟ اي تربيع، صح؟ والزائد شو تصير؟ ناقص، لان عندنا جذر الناقص واحد، هذه جذر الناقص واحد، في جذر الناقص واحد شو يساوي لنا؟ ناقص واحد، مو صح؟ جذر الناقص واحد، في جذر الناقص واحد توخر الجذر تاخذ واحد من عشرة قيمة اللي هي ناقص واحد. زين عندك هنا شنو؟ اي اي في اي اي، الاي في الاي ناقص، والاي اي تربيع، وهي زائد طبيعي تصير ناقص اي تربيع، هذا ناقص اي تربيع. هذا بالنسبة للقوس الاول، اشارة ناقص، نفتح قوس. هذا ايضا مربع الحد الاول، اشارة الوسط، اثنين في الاول في الثاني، اثنين اي اي اس، زائد مربع الحد الاخير اي في اي ناقص، يعني تبقى الاشارة ناقص، مو صح؟ لان هي زائد اشارة الوسط في الحد الثاني، زائد مربع الحد الاخير، يعني نفس هاي ناقص اي ناقص هنا تصير، والزائد هنا تصير، بس الحد الاخير دائما اشاره زائد قبله، وعندك هنا طلعت بالنتيجه ناقص اي في اي تصير ناقص، ماشي؟ ذني شلون تضربوهن؟ عندكم اثنين اقواس، اثنيناتهم شنو؟ تربيع. هنا عندنا ناقص وهنا عندنا زائد، فشن راح يصير؟ اس تربيع زائد اي تربيع، الكل تربيع، واضح؟ اس تربيع في اي تربيع او زائد اي تربيع، الكل الاقواس مرفوعة تربيع. ليش؟ لان الاقواس من الشابهات، اشارة اول واحد ناقص والثانية زائد واثنيناتهم تربيع، فاكيد لازم تصير هنا تربيع. وذني مربع الاول زائد مربع الثاني، الآي ما لك علاقة بها، بس تأخذ زائد، لأن أصلاً آي في الآي ناقص، وهاي إشارة ناقص، صير زائد، واضح؟ يعني أنتوا إذا سويتوهن أقواس، مثلاً هذا، شلون تفتحوا هيج؟ اللي ما يعرفوا لها، وهذا القوس، هم يصير نفس هذا، تفتحوا وضربوهن، تطلع لكم بالنتيجة هذا. هذه؟ لا ناقص، لان عندك لا هذا زائد، ما تصير مربع الحد الاول، اشارة الوسط، اثنين في الاول في الثاني، زائد مربع الحد الاخير، هذا القانون، زائد مربع الحد الاخير، يصير عندك زائد، والحد الاخير هو اي اي تربيع، يصير ناقص اي تربيع، مصر؟ القانون اشارته موجب، اي في الاي هي ناقص، صارت بالنتيجة ناقص اي تربيع، واضحة؟ هذا المقام، هذا القوسين على التربيع، الاول لا تفتحه وضرب بالثاني يطلع نفس النتيجة؟ اي اي يطلع لك نفس هذا الاول، يعني هذا شلون تفتحه؟ يطلع لك نفس هذا، هذا شلون تفتحه؟ نفس هذا تضربهم يطلع لك هذه، بس عند الاي رقم البسط اي في الاي ناقص، ناقص واحد، هو هذا مكتوب مربع الحد، كتبوه يمكم مربع الحد الأول، إذا عندك قوس حدين تربيع، مربع الحد الأول إشارة الوسط، اثنين في الأول في الثاني زائد مربع الحد الأخير، ما فيها لا زائد، هذه زائد إشارة زائد، زائد مربع الحد الأخير، هدوء طلاب على كيفكم،
زائد مربع الحد الأخير. الحد الأخير مو بس تأخذ الأي لو بس الآي، لا اثنينهم آي أي تنطيها تربيع على كده. بلا كلام طلاب، هدوء، بلا كلام. الآي أي شنو تربيعها؟ آي شنو تربيعها؟ ناقص واحد، مو صح؟ والأي شنو تربيعها؟ أي تربيع. إذن بالنتيجة ناقص أي تربيع. هسه إذا تدون تبسطون أكثر، واحد على اثنين آي، نفتح قوس، المقام ينزل نفسه، أس تربيع زائد أي تربيع، كل تربيع هنا أس تربيع هذا ينزل نفس ما هو، زائد اثنين آي أي أس ناقص أي تربيع، هنا الناقص تدخل على القوس، شو يصير؟ الناقص على أس تربيع ناقص أس تربيع، ناقص في الناقص زائد اثنين آي أي أس، ناقص في الناقص زائد أي تربيع. عندك هذا أس تربيع وهنا ناقص أس تربيع، تحذف. عندك هنا أي تربيع وهنا ناقص أي تربيع، أيضا تنحذف. شبه عندنا أربعة أي أي أس تساوي واحد على اثنين آي تنزل، المقام نفسه أس تربيع زائد أي تربيع، الكل تربيع. هنا عندنا اثنين آي وهنا اثنين تصير أربعة آي أي أس، أوكي؟ هذه الأربعة ويا الثنين هنا تبقى اثنين وهنا واحد. عندك الآي ويا الآي تروح، إيش تبقى آخر شيء؟ تساوي سهم يساوي اثنين، الآي راحت تبقى بس أي أس على أس تربيع زائد أي تربيع الكل تربيع. ماشي؟ هذا هو نتيجة الحل. فاهمين المثال طلاب؟ أعيد الشرح. هي أهم شيء الخطوة الأولى إنه تفصلون الدالة الأف واف تي عن الإكسبونينشال، هذا أهم خطوة. الحد الأخير شنو عندك؟ الحد الأخير بالقوس قلنا زائد مربع. هسه راح بالبداية يا قوس تردونه، هذا أول واحد، هذا اللي هو S ناقص I A تربيع. شلون نفتح هذا القوس؟ مربع كامل، مربع الحد الأول، إشارة الوسط ناقص اثنين في الأول في الثاني، اثنين I A S زائد، لأن إشارة القانون هي زائد آخر شيء، مربع الحد الأخير. شنو الحد الأخير؟ I A تربيع، مو صح؟ مو هذا الحد الأخير؟ زين، الآي شنو تربيعا؟ ناقص، والآي شنو تربيعها؟ أي تربيع. إذا هالإشارة صارت زائد في الناقص، ناقص، وذني نزل 2 I S أستمر. واضحة؟ عرفت الناقص من جتي؟ هنا عندك ناقص، مو صح؟ هنا لأن هذا إشارة القانون، آخر حد زائد، في إشارة القانون زائد. بعد إذا تغيرت هذه تضربها في الإشارة. عندكم الخاصية الثالثة، خواص اللابلاس. لابلاس ترانسفورم اوف تي مضروبة في اف اوف تي. هناك شخصنا الدالة مضروبة في اكسبونينشال، مو صح؟ الاف اوف تي مضروبة في اكسبونينشال. هنا اذا الدالة مضروبة في التي، واضح؟ هنشوف لابلاس الها ايش راح يصير. لابلاس هسا الدالة هي تي اف اوف تي، اف اوف تي دالة مضروبة في التي. دالة مضروبة في التي، ايه
بس الدالة حولناها إلى إكسبوننشال، يعني هذا المثال أيضا ينحل بهذه. فأنت تريد بهذه الطريقة، بهذه الطريقة بكيفك، المهم الناتج صحيح. أنا ما حددك بأي طريقة. هسه راح نشوف لابلاس لابلاس تي في اف اوف تي، راح نعممها. طلاب التي نطي اس ان، هنا راح نطي اس ان، يعني شنو الان قيمته؟ اس الان تساوي 1 2 3 وهكذا اعداد طبيعية، لان مرات ما تجيك الدالة مثلا تي ساين اي تي، لا تي تربيع ساين اي تي، تي تكعيب ساين اي تي، تي اس 4، فراح نعممها ننطد تي اس ان، وبعدين ناخذ حالات خاصة. اذا الان تساوي 1 شو يصير القانون، اذا الان تساوي 2 3 وهكذا. هسه لابلاس تي اس ان اف اوف تي شو يساوي لك؟ انتبهوا للقانون طلاب، موجود عندكم بالمحاضرة. ناقص 1 اس ان دي ان على دي اس ان اف اوف اس. هذا القانون الرئيسي للخاصية الثالثة، انه اذا الدالة مضروبة في تي او تي اس ان. هسه شنو معناته هذا القانون طلاب؟ عندكم هذه الدالة اف اوف تي، تبو هنا اف اوف تي مضروبة في تي اس ان، مو صح؟ فاللابلاس لها شنو تسوي؟ بس انتبهوا طلاب، هذا الاف اوف تي نعوف التي اس ان، التي اس ان نعوفها اول شيء، ناخذ بس الاف اوف تي، شنو اللابلاس لها؟ اف اس، لا داله بشكل عام، يعني مثلا اذا ساين شنو اللابلاس لها؟ اذا تي شنو الاكسبوننشال؟ المهم الاف اوف تي شنو اللابلاس لها؟ اف اس، مو صح؟ مسائفنا التي اخذنا بس الاف اوف تي، شنو اللابلاس لها؟ اف اس، مو صح؟ وياي الاخير اف اس هي لابلاس الاف اوف تي. من طلعتوا الاف اوف اس شو تسووا له؟ تشتقوها نسبه للاس، واضح؟ يعني هذه الاف اوف اس اشتقوها نسبه الى منو؟ الاس، لان هي متغيره للاس، تشتقوها بعدد الاس المضروبه به، يعني هنا مضروبة في تي أس 1 تشتقوها مرة واحدة، مضروبة في تي أس 2 تشتقوها كم مرة؟ مرتين، واضح؟ 3 مرات، وضربوها في ناقص 1 أس ان. إذا الان 1 هنا شو تصير؟ ناقص 1. إذا الان 2 ناقص في الناقص موجب، 3 ناقص، مصر؟ يعني هسه إذا فرضا ناخذ الان حالة خاصة، إذا الان تساوي 1، هذا القانون ايش راح يصير؟ لابلاس تي اف اوف تي يساوي لنا ناقص 1 اس 1 هو ناقص دي على دي اس. هاي شنو معناته؟ معناته الاوردر، درجة رتبة المشتقة، مشتقة هسه هذا من الدرجة الأولى، واضح؟ مشتقة أولى نسميها فيرست اوردر كويشن اف اوف اس، اوكي؟ زين اذا الان تساوي 2 ايش راح يصير القانون؟ لابلاس تي تربيع، مو صح؟ اف اوف تي تساوي ناقص 1 اس 2 موجب، اذا الناقص تروح، مو صح؟ شو شقائقنا؟ دي تربيع على دي اس تربيع للاف اوف اس، يعني تشتقوها مرتين، تشتقوها مره اولى، شنو الناتج؟ ترجعون تشتقوا. بالفرد السالب بالزوجي موجود. مشتقة طلابة. differential equation مشتقة. يعني هاي النتيجة مالتها. إذا ناخذ مثال راح توضح عندكم أكثر. فهسا ناخذ مثال وشوف الشان. يعني هذه الأف أوف أس الدي باي دي أس هي مشتقة. دي باي دي أس هي مشتقة. يعني تشتقوها. الدالة شنو قيمتها؟ تشتقوها حسب طرق المشتقة اللي ماخذيها، القوانين الرئيسية. إذا الآن تساوي 2، يعني أس تي هنا شقد؟ 2، كم مرة تشتقوها؟ مرتين. إذا الآن 3، كم مرة تشتقوها؟ يعني هنا إذا الآن تساوي 3، إذا القانون لابلاس تي أس 3 أف أوف تي تساوي لنا ناقص 1 أس 3، شو بقى بالنتيجة؟ ناقص، مو صح؟ ناقص 1 اس 3 هو ناقص دي تكعيب على دي اس تكعيب للاف اوف اس،
واضحة هاي القوانين؟ يعني انت اذا حفظتوا هذا القانون مو كل هذن تحفوهن، تحفوهن بس هذا. اذا جاكم واحد تعوضون مكان الان واحد، تبدون تحفظون يعني مثلا هذا هنا نفس الشيء بس الاس يتغير. اذا هنا واحد هنا السلة ناقص واحد واحد، وهنا مشتقة اولى مشتقة مرة واحدة. اذا اثنين يصير هذا القانون، اذا ثلاثة وهكذا حسب السلشي. الإشارة مهمة، إذا فردي واحد ثلاثة خمسة إشارة القسائم، إذا زاد شيء اثنين أربعة ستة تصير موجبة. هسه راح ناخذ إكزامبل عليه اللي هو إكزامبل. يلا براحتك. راح امسح ديك الجهه. كملتوا كتابة؟ بس هو موجود طلابتكم بالمحاضرة، ليش تكتبون؟ ايه يعني مشتقة ثلاث مرات تشتقينها أول مرة، ترجعين الناتج تشتقي، لا ثلاثة هذه، هذه ثلاثة، والجو هم ثلاثة. Example 6. Example 5. Example 5. Find the Laplace transform of t sinh 80. على هذه الخاصية. مثال خاصة على هذه الخاصية الثالثة. Laplace للt مضروبة في sinh 80. أوكي؟ طلاب هاي تنحل بأكثر من طريقة. يعني أما بالخاصية الثانية شو وقت إذا هاي sinh رجعتوها للإكسبونينشال، شلون قبل شوي إكزامبل ثلاثة تي مضروبة في ساين أي تي والساين حولناه رجعنا للإكسبونينشال، مو صح؟ يعني تقدرون تحلوها بالخاصية الثانية نظرية التمدد الأولى، وتقدرون تحلوها بالخاصية الثالثة اللي هي خاصية إنه ذا الدالة مضروبة في التي، واضح؟ هسا راح نحلها على الخاصية الثالثة، هو ينحل بخاصيتين يعني. فبكيفكم أنتم إذا جاكم سؤال بالامتحان أي خاصية هو الصحيح، المهم الناتج الأخير بالطريقة صحيحة. هسا عندنا الحل التي مضروبة في سينش أي تي، شنو الاف اوف تي هنا عندنا؟ تي سينش. إذا وفقا للخاصية الثالثة شنو الدالة؟ الدالة مضروبة في التي، إذا شنو الدالة هنا؟ سينش. الدالة هنا إذا وفقا للخاصية الثالثة، ما قلت لكم الحل خاصيتين، راح تصير هذا التي، هذا الخاصية طلاب اف اوف تي مضروبة في التي، مو صح؟ الاف اوف تي هنا شنو عندنا؟ اف اوف تي سينش مضروبة في التي، شنو اس التي هنا؟ واحد. نحتاج الاس واحد، يعني ايش راح يا قانون نستخدمه من ضمن القوانين؟ أول اللي هو لابلاس تي اف اوف تي تساوي لنا شو يساوي لنا؟ ناقص واحد اس ان، الان قد واحد دي اس ان الان واحد على دي اس اف اوف اس، الاف اوف اس من نجيبها؟ جيبها من لابلاس السنش، عرفتوا طلاب؟ فأول شيء لازم تفرزون الدالة
من التي اللي هي القيمة المضروبة بها إذا كان إكسبوننشال إذا تي. فهنا التي نأخذ الدالة الأف أوف تي هي بس السنش. شنو لابلاس سنش أي تي؟ شنو لابلاس إلا؟ لأي على أس تربيع. أس؟ أس على أس. على شنو؟ أس تربيع ناقص أي تربيع. مو صح؟ نعم. هذا هي لابلاس. أي مؤسس. أي مؤسس. أي صحيح. إذا كوش تصير أس. هنا عندنا أي. لابلاس السنش أي تي أي على أس تربيع ناقص أي تربيع. أوكي طلاب؟ هسا هاي شو تمثل؟ أف أوف أس اللي هي ها. بعد القانون شو يحتاج؟ إنه نشتقل أف أوف أس. مو صح طلاب؟ شلون نشتقها؟ شنو مشتقات هذه الدالة؟ يعني دي باي دي أس. دي باي دي اس هي مشتقة للاي على اس تربيع ناقص اي تربيع. شنو مشتقتها؟ كسر المقام تربيع والباص شو يمثل؟ المقام في مشتقة الباص ناقص الباص في مشتقة المقام. هاي مشتقة الكسور ماخذينها قوانين المشتقة. هاي بالخامس اعداد مو بالاول. اس تربيع ناقص اي تربيع على المقام تربيع اللي هو هذا. هذا هو المقام تربيع. المقام نفسه اللي هو اس تربيع ناقص اي تربيع في مشتقة البسط. شنو مشتقة البسط؟ الاي ثابت. صفر مشتقة ثابت. شو يساوي؟ اثنين. شنو مشتقتها؟ صفر. ثلاثة اي صفر. يعني هاي مضروبة في صفر ناقص الإشارة ناقص. المقام تربيع. المقام في مشتقة البص ناقص البص في مشتقة المقام. في مشتقة شو مشتقة المقام؟ اثنين اس ناقص اثنين اي. شنو اثنين اي؟ هاي ثابت بس الاس متغيرة. المشتقة نسبة للاس. فشو تصير؟ اثنين اس ويساوي هذا صفر. شو عندنا؟ ناقص اثنين اي اس على اس تربيع ناقص اي تربيع الكل تربيع. اوكي؟ بعد ايش بيه القانون؟ هذا الاف اوف اس اول خطوة طلعناها. الخطوة الثانية نشتغلها. طلاب فاهمين؟ اكو احد ما فهم بين الخطوات؟ فاهمين الاخير؟ هسه اول خطوة طلعنا الاف اوف تي اللي هي هذه. اخذنا اللابلاس الها طلعنا الاف اوف اس. القانون يقول لازم نشتغل الاف اوف اس نسبة للاس. فكل شيء غير الاس شيء مثل ثابت. مشتقة الثابت صفر. وإذا مضروب في اس يبقى نفس ما هو. هسه بالاخير ايش عندنا؟ ناقص واحد اس ان. ناقص واحد اس واحد هو ناقص. يعني هاي شو تصير؟ تصير زائد. يعني لابلاس تي سنش اي تي تساوي لنا 2 على في اي اس على اس تربيع ناقص اي تربيع الكل تربيع. الخطوة الثالثة اللي هو نعوض الناقص. واضح الحل طلاب هسه؟ عندكم سؤال طلاب؟ استفسار؟